بعد يومين. وعشان كده دار المدرسة قررت ان هي تعمل زيارة للمكتبة. طبعا عارفين ان المكتبة دي مفيدة لنا كلنا لانها بتحاول عديد من الكتب اللي بتفيدنا بما تحتوي من معلومات بتفيدنا في مسيرتنا في الحياة وبتفيدنا في ان هي بتزود لنا معلومات في الحياة. اتمنى انكم تشتركوا لانها ان شاء الله هتفيدكم وتعجبكم. بعدين ايه اللي حصل؟ هو احنا اخدنا الاجازه عشان نلعب ونتفسح ولا نروح الملاهي ولا نروح المكتبه ولسه نشوف الكتب ونقعد؟ ايوه عندك حق يا روان. بعدين ايه اللي حصل؟ يبقى كده احنا متفقين ان احنا مش رايحين المكتبه. يبقى كده احنا متفقين ان احنا مش رايحين المكتبة. دلوقتي يا جماعة توصلنا للمكتبة وياريت كلنا جوه نلتزم الهدوء ونحافظ على الحاجات اللي جوه لأنها مفيدة لنا كلنا إن شاء الله يوم هيعجبكم. دلوقتي هنبدأ ندخل المكتبة ونتعرف على أجزائها. أول حاجة طبعا المبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي ده بيحتوي على العديد من القاعات، قاعتين الكبار وقاعتين للشباب وقاعة أطفال وقاعة الإنترنت. فاحنا دلوقتي هندخل نتعرف على كل جزء من أجزاء المبنى. طبعا أول جزء اللي هو قاعة الإنترنت. قاعة الإنترنت دي بتحتوي على العديد من أجهزة الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر دي بتحتوي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وموقع المحرك الرئيسي اللي بتعرف على معلومات مثل جوجل. وفي طبعا مكتبة بتحتوي على العديد من الكتب. الكتب دي طبعا مفيدة لنا لأن احنا حبينا نستعيرها إن هي تزود معلومات من اللي احنا محتاجينها. وبعد كده نروح القاعة اللي بعدها نتعرف عليها. دي طبعا قاعة القراءة، قاعة الاطلاع للشباب. تحتوي على العديد من الكتب اللي بتحتوي على الكتب في جميع الأقسام مثل القسم الديني والعلمي والثقافي والسياسي. دلوقتي احنا هنروح للركن الديني وهو بيحتوي على عدة أجزاء. مبدئيا الجزء الديني ده طبعا احنا عارفين ان هو مفيد لنا كلنا لان بنقرا كتب دينيه مفيده لنا في حياتنا بنتعرف عليها على التاريخ الديني بتاعنا وعلى السنه النبويه وعلى التاريخ المسيحي الديانه المسيحيه وجميع الديانات السماويه اللي تنجبها. ففي مجموعه من الكتب اتمنى ان انتم تقروها ان شاء الله تستفيدوا منها وتعجبكم. يا آمنة يا نور النبي يا إكرمك ويسرني. يا آمنة يا نور النبي يا إكرمك ويسرني. يا أمي وفى عندي الطيبة ديدي حياتنا ودي وليدي. يا أمي وفى عندي الطيبة ديدي حياتنا ودي وليدي. ظهر الحبيب ظهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي. ظهر الحبيب ظهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي. نبينا محمد رسول الله بحكمة الله الحكيم خير البشر مولود يتيم. وهو مين كان يتيمه وفي الطفولة يحرمه. الأم والقلب الرحيم
بحكمة الله الحكيم، الأم والقلب الرحيم، بحكمة الله الحكيم، كانت طفولته بشرى على مدى الخميدة وجرح اليتامى، كانت طفولته بشرى على مدى الخميدة وجرح اليتامى، يا مكتومي للجرم يدي حب وكرامة للنبي، يا مكتومي للجرم يدي حب وشفاعة للنبي، سمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي، يا my for you day you need to be the pure of night.
جميعنا صغنا لدار جميعنا معا ربيعنا سوا ينادي الخير الخير يبقى عند الغير إذا وجهتني صفاقا إذا ملمومين وانت على حالك كده.